مرحبا. نبقى نصدعك بعرس ولا بلاس؟ كاين مشكل. مرحبا، تكوني عروسه ان شاء الله ونصوب لك. الله يحفظك لي اللي يخطيني. المهم بنات، انا غنبدا معكم من هنايا وعقلوا مزيان على هاد الوجه. عقلوا مزيان مزيان على هاد الوجه. المهم راه فاطمه جايه غادي ندير واحد توشينغ بعدا لشعري، عاد ان شاء الله غادي نبدا في الماكياج. يلا بسم الله. تكلي عمر. يلا اخوتي بقاو معايا، غير دير توشينغ ونرجع معاكم. السلام عليكم، انا رجعت معكم عاوتاني ملي درت التوشينغ، وانا طالعه ان شاء الله غادي ندير الميك اب مع فاطمه. فطونا فنا فنا فنا. عرفتوا البنات شحال كتدخل الخاطر وشحال كتحسي بها، يعني دغيا كتدخل الخاطر. فاطمه هي اللي غتصاوب لي الميك اب ان شاء الله، وانا متاكده اصلا. نقول لهم شكون لقيت عندك؟ كيجيو تبارك الله عندها الناس المشاهير وداكشي، وانتم راه غادي نحط لكم الانستغرام ديالها، وانتم غتدخلوا غتشوفوا انتم الخدمه ديالها، ولكن قبل راه تشوفوا الخدمه ديالها في ايوا. شوفوا البنات مالك تخزني تما كتقتليني. حساب مبارك غادي نجيب لك الخدمه. يلا الله صافي مزيان. يلا خوتي دابا فاطمه كدير في الكونتور عروسه صافي. ياك اختي فاطمه ان شاء الله. عجبوني عيني فراسك. تبارك الله غزاله. نقصي شويه ديال النيف. نقصي غبريه حيديه. حيد كادي حيد كادي هاديك حيديها. او تا عندك الخدمه عندك. البنات عندكم تخلعوا دابا تشوفوني، خليو حتى الاخر وعاد حكموا. ولكن واش راه عيني راه حمقوني عجبوني. عمر المتتبعات ما شافوا عيني بحال هكا. صحتك الزينه. عمرهم ما شافوني زعما بميك اب هكا ديال العراضه بعقلو بهذا. صحتك. انا بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء باش تشوفوا حتى ما شاء الله حتى الخدمه ديال فاطمه زوينه خفيفه في على اليد. وحتى شوفوا البنات دائما ملي تكونوا كتماكيو عند شي واحد يماكي ليكم، ركزوا حتى على الخدمه حتى على لي برودوي باش كيخدموا. راه كلشي دي مارك لي عالميين، كلشي دي مارك لي عالميين، يعني ماشي شي حاجه اللي مدرحه هنا. عشكم كيعيط ليا ماشي شي حاجه زعما اللي مدرحه ولا هذا. حتى الاخر ان شاء الله ميتسال باش ما نبرزطهاش برزتك. لا 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 خلي خلي راسي. بقى ما كملتيش وعجبني راسي. صحتك وراحتك. وفي الاخير غادي نبارطاجي معكم فين جات. وحتى انا عارفه الناس كيبغيو غادي يبغيو. وتبارك الله عرفتوا اي حاجه درتها الناس تيقول لي عافاك لما بارطاجي معانا فين درتيها وفين هذا. وانا دابا انا فخوره انني غادي نوريهم فين صيبت. اقسم بالله الا شي الناس مرحبا بهم بارك الله فيك. والله الا بصح الا كندوي معاك ديال الهضره ديال النيه وديال المعقول. مرحبا زين. انا فخوره دابا غادي نوريهم المحل ديالك. مرحبا. لحقاش عارفه دابا فهمتي كيفاش بحال شي عروسه باغا تطلع. الله يحفظك والله. الله يخلي لك صحيحتك والله يخلي لك صنيعتك يا ربي وحفظك من العين يا ربي. ها انتم اخوتي راه حتى الاخر ملي لبستك شاتي شوفوا راه حتى المشطه غدير ليا مشيطه. شوفوا راه قلت ليها راه شعري مكرفص، قالت لي غتصاوبي مشيطه. واخا شعرك مكرفص غنصاوب لك مشيطه. دابا باش ما نحرقوش المراحل بزاف خليونا حتى نكملوا ان شاء الله. هي كفاطمه يلا اخوتي كنبوسكم كنحماق عليكم بالفرحه وغنبوسكم كاملين. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا مكياج رائع 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 رائع. ودابا حيت قلب الكاميرا راه ما تيبانش في المرايه كيف خاصو يبان، غير انا ما بغيتوش يبان مزيان تتشوفوا اللوك فينال تتشوفوا بالشعر مقاد وداكشي. ولكن انا راه حمقني مكياجك يا فاطمه اختي. صحتك وراحتك. الله يخلي لك ايدياتك ويحفظهم ليك. وزعما انا شوف تنهضر وتنوريهم باش يشوفوا، ولكن ملي غنقلب الكاميرا راه شي حاجه اخرى عاوتاني.
الكاميرا ديال القدام هي اللي غادي توريكم. دابا غادي نهبطوا باش نصاوبوا الشعر ياك فاطمه اختي. أيوه. وتبارك الله عليك وشحال غنبقى نشكر فيك على هذا النهار هذا اللي غتخليني فيه فرحانه وحق الله اللي هلي خطيك ليا. شوفوا البنات عن قرب غادي نلبس اللي غادي نلبس راه لبستو اللي طلع عطاه. غنوقف ونوريكم النتيجه النهائيه. انا بعدا هذا الشيء عجبني 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 تبارك الله عليك. شي طازوينه يا لالا ويا لالا على الخانسه ديالنا. راه انت لي يا لالا ويا لالا تبارك الله عليك وعلى يديك. الله يبارك فيك احمد. راه غادي يجي واحد السيد يديني قبل ما يديني راه غنبارطاجي معكم المحل ديالها قبل ما ننسى اختي فاطمه. المحل ديالها جا حدا شارع القدس. كاينه الكافي ديال بي هاوس راه اون فاس مع الكافي ديال بي هاوس. انا غادي دابا نخرج برا الا قدرت انا نخرج بحال هكا صحابني شي عروسه غربانه ماشي عرس. وهانتوما خوتي بلاتي بعدا تتشوفوا هانتوما كاين لك لا صلاص لا سلاس لا لا ديروا لي عفال على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد الله معاش الشهادي. كيف جاتكم البنات اللبسه والاطلاله اللي غادي نكون بها ان شاء الله اليوم في العرس؟ قفطان شوفوا حاجه الزربه ديما كيسر فيها الله حتى من القفطان حتى هو خديته بالزربه. الشعر المشطه والماكياج تبارك الله على فاطنة. زعما اللي بغات تحمر وجهها نهار عرسها تجي عند فاطمه راه غادي اكيد غادي تفرحها مليون في المية. لان شفت بزاف وسمعت بزاف ديال العريسات اللي فرحوا بزاف بالنتيجه اللي عطاتهم الاخت فاطمه. عرفتوا الا شفتوها راه ظريفه بزاف ما تقولوش غادي يخرج من يديها هذا الشيء كامل تبارك الله عليك. غادي تلقاو كاع المعلومات ديالها في اول تعليق. القناه ديالها راه يلاه دارتها غتلقاو حتى هي في اول تعليق. الانستغرام ديالها اللي بغات العريسات ديال 2022 جيو عند فاطمه وعلى ضمانتي انا وما غاديش تحشموا نهائيا وغادي نبارطاجي معكم. دوري ليهم الا قدرتي خرجي دوري ليهم حتى ليها الدخله ديال الماكي هاوس خرجي باش يشوفوا ويعرفوا فين بالضبط. كاين مشكل مرحبا تكوني عروسه ان شاء الله ونصيح لك. الله يحفظك ليا اللي خطين راه التصويرات قبل ما يجي السيد اللي غيديني وغنبارطاجي معكم حتى السيد اللي لقيت واحد الهمزه ما نعاودش ليكم خليته يجي ان شاء الله في الطوموبيل غادي نبارطاجي معكم. عرفتوا عجبني راسي بزاف 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 غنبقى نقول لكم حتى العام الجاي حتى يجي شي عرس واحد اخر.
والله الا في نيون حتى المشيطه غزاله واخا شعرك تيكون مكرفس تصوبي ليها. يلا خوتي دابا غادي نتسنى في السيد يجي تعطل عليا كنتسنى فيه باش يجي وغنبارطاجيه معكم. تخيلوا البنات غادي يديني من هنا من شارع القدس حتى لسيدي مومن 60 درهم يعني بحال كورصه يعني كيديك بحال كورصه خاص تكوني نتيا ولا معك شي واحد ولا نتوما جوج ولا ثلاثه 60 درهم اللي غادي اللي كيحسب وهانتوما غادي تشوفوا. انا فراسكم واحد الحاجه انا ما خديش من عنده الابن ما قلت ليه حتى شي حاجه لحد الان يعني ما قلت ليه والو ولكن انا عجبني الحال شي حاجه هكا اللي هي تكون واحد الهميزه زوينه تبغي تبارطاجيها مع الناس وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى الاخت تكون وراتكم البلاصه هنايا مزيان وفي جميع الاحوال غتلقاو النمره ديال فاطمه وغتلقاو كاع السوشيال ميديا كله في اول تعليق اللي بغاتها دوز عندها. شوفوا انا كاع خايبه ورجعتني زوينه. الله يحفظك ليا الهلا يخطي. يلا خوتي بقاو معايا. البنات انا دابا لي الله ركبت مع السيد غادي ان شاء الله لدار العرس وان شاء الله راه غادي نبارطاجي معكم النمره ديالو اللي بغى هكا يوصلو كتوصل كلشي جميع المناطق هذا ياك خارج كازا داخل كازا. المهم البنات راه ثمن مناسب يعني جاني انا ثمن مناسب وغادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله ونحط النمره ديالو في اول تعليق. دخلوا عنده مرحبا بكم راه غادي يقضي لكم لي سيرفيس ديالكم. يلا خوتي تنوصل ان شاء الله. إلى جهل سيدنا محمد الله العز العلي سالة وقيلة سالة مذكورية العتامة وما هي تو العتامة وخد العريس العتامة خل عروسة والعتامة خل عروسة والعتامة والله لو جاه الرزق ويا العرس يخلص والعروس يخلص سيدي حسن يخلص يا سيدي حسن يخلص
اخوتي قطعت الصوت لان كانت الموسيقى والموسيقى على حسب الكوبي رايت قطعتها. حاولت انني نبارطاجي معكم يعني كلشي شويه شويه من الحاجه. صراحه داز واحد العرس اللي زوين بزاف لان كان فيه نشاط بزاف 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 تبارك الله ما شاء الله. وداز شعبي وداز طرح سخون وصراحة شطحنا مزيان. دي جي كان خطير البنتي فتيشي خطيرة خطيرة ان شاء الله ان شاء الله. المهم الا بغيتو الا سولتوني على البنت ديال دي جي راه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ها قولي اختي شنو الشعور ديالك؟ ديري فرحانه باختي عروسه اليوم الله يكمل عليها ويكمل عليك انت ويكمل على المسلمين. امين 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 يا رب العالمين امين. صافي خويا قال لي حيدين حيدين هادشي علاش ربي عطاك النور في وجهك كتسمعي الهضره. خالتي قولي لي ما غتبانيش عاد قولي لي شنو الاحساس ديالك دابا ملي مجوجه بنتك؟ كنحس بابي الله راه متبعيها تاتي ان شاء الله يا ربي. اجتمعوا البنات اش قالت لي؟ قالت لي كتحسي بها راكي غتبعيها. والله الا الاحساس ديالي غتبعها ان شاء الله. شوفوا البنات الا تبعتها راه غنعطيكم النمره ديال خالتي تولي تجي تقول لكم احساس عليكم حتى نتوما الا صدقت هذا الاحساس ديالها. الله يخطيك الله يحفظك الله ييسر امورك عزيزه عليا خالتي مينا وعزيزه عليا بزاف الله يجعل ربي ويسهل عليك بنيتي. اللهم امين اللهم امين يا ربي الله يحفظك ليا الله يحفظك. Yeah.
زوينات الله يخطيكم الله يحفظك. ها نتوما خوتي انا غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. ما عرفتش انا حيت ما كنقدرش نصور قدام الناس. المهم اخوتي شوفوا الناس كيبداو واخا ومن حيتش هاد المشيطه هادي المشيطه الفنه ما كرهتش نخليها، ولكن راكم عارفين ما خاصناش نلبسوا بالماكياج. ولكن البنات عرفتوا راه الماكياج ما تزعزعش من بلاصتو وربقى هو المشطه ما خسراتش. هانتوما شوفوا اخوتي غادي ندور لكم بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا. المشطه بقات هي صراحه حمقتني الخدمه ديالها، وان شاء الله فين ما تكون شي حاجه نمشي عندها. صراحه البنات اللي غادي يسولوني على عرفتوا بعدا واحد الحاجه قبل ما نحط هنايا في اليوتيوب، حطيت البارح في انستغرام ديك الوقيته اللي صايبت فيها بالفرحه، عجبني الحال وعجبني المكياج وعجبني حتى القفطان. ها نتوما اخوتي لا تقولوا ما كيجيوش معنا القفطان، حيد لكم هذا. نتوما راكم توحشتوا تشوفوني حتى انايا لابسه التكشيطه على حقها وطريقها وبال زعما بالمشطه وبهادي وبهادي. فاش غنقول لكم هذيك السيده فاطمه اولا فاطمه الصراحه خدمتها واعره خطيره. انا راه غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها كيف ما قلت لكم، راه كان وصل الهضره. الانستغرام عندي غيطرطق في الخاص، كلشي كيسول فيا فين صوبتي وانا راه طاقيتها. غادي نخلي لكم الارقام ديالها وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالها واليوتيوب ديالها، كلشي في اول تعليق. كاع العرايسات اللي باغيين يصايبوا هاد العام كونوا متاكدين انكم الا مشيتوا عندها راكم ما غاديش تندموا نهائيا. انا بعدا صيفطتني فرحانه، الله يفرح الدنيا واخره. وصافي غادي ندير شويه ديال التصاور، عاد غادي نحيد التكشيطه. ما عييتش الصراحه، شتي العرس ديال النهار ما تيعييش، العرس ديال الليل هو اللي تيعيي، لحقاش النعاس ديال الليل ما تيتعوضش. فغادي ندير شي تصاورات وهذا 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 وهذا، عاد ان شاء الله غادي نحيد هذا الشيء ونديماكي وجهي ونغسل ونمشي نعس. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، سمحوا لي طولت عليكم بزاف، راه غير بالفرحه. كنبغيكم بزاف، داز واحد العريس فن، داز فيه لومبيونس والنشاط والحيحه، وشطحنا حقنا ودردكنا حقنا
وما شاء الله واحد البسطيله فنه. اللحم حتى هو جا زوين، داكشي تبارك الله جا زوين. ما صورش لكم الحلوه لان الوقيته اللي حطوا فيها الحلوه انا كنت نايضه كنشطح، ما شفتوش ملي حطوا الحلوه، ولكن داكشي كان رائع. نتمنى ان شاء الله ربي يسهل على العروسه ويسهل على كل وحده باقا ما بدات ايديها الحنه. قولوا امين، ما عرفتوا ما عند من اقولوا امين. يلا خوتي خليت لكم الراحه وراحه البال، وغنقول لكم باي باي عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نقول لكم كما كيديروا العريسات.